السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. هاي شفت هسه مشهد آلاف الأوز، نوعين من الأوز. هاي نوعية يسموها الأوز برام، واكو الوز العادي مالتنا هذا اللي هاجر عندنا للعراق، والثاني لا ذاك الطار يسمونه اوز برام. هاي تسمع صوته شوي يختلف عن صوت الاوز مالتنا الطبيعي. ذاك شوفون الروس مالته لونها ابيض يشبه الاوز الكندي، الاغلبية من عنده. هذا دائما يصير مجموعات كبيرة، مجموعات يطير بيها اكثر، يعني السرب مالته يجي بالقد هذا، يعني السرب يجي 100 150 200 300 وزه. هنا يسمونه وز برام، يعني اذا تكتبون على 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 جوجل تكتبون وزة برام يطلع لكم عن قرب، يعني تشوفون شكلها شلون، شكلها حلو ملونه بقعه. هاي هناك اكو بحيرة، انا مطي زوم يمكن التصوير مو واضح. هذا انه منا مثل الاوز اللي هاجر عندنا، وذاك اوز برام. هسه على موسم تكاثر منا وصاعد، والبرد انجماد. راح اقطع الفيديو، ما راح اطول بالفيديو لان البرد مو طبيعي، بس يبس. الى هنا انهي حلقتي لهذا اليوم. طارا شوف هذا سرب كامل من هذا الاوز برام. زين يجي الثلاثة مثل اوزنا الطبيعي اللي هاجر عندنا. انا اخذني الوهز قلت راح اقطع الحلقه، وبقيت لان هذا طار السرب خلينا نباع عليه شويه. هذا اوز برام، هاي اوز، هاي الطبيعيه تهاجر عندنا، اوز الرمادي. الرمادي ما يخاف مثل هذا اوز برام، الرمادي مرات يتقرب للناس، بس ذاك برام ما يتقرب للناس. شلون بعيدات عني ما طيت البعد. هاي الطبيعة، هاي هنا حظيرة ابقار، جينا نشتري منهم عندهم حليب، ولقينا دكتور بيطري ما ادري شنو وما قبل يعطينا.